بسم الله الرحمن الرحيم. فروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، ولا أعتقد أن هناك موضوعاً ألصق بهذه السلسلة من الدروس من هذا الموضوع، إنه الفرار إلى الله. والأصل في هذا الموضوع قوله تعالى: ففروا إلى الله. الحقيقة، كيف يكون الفرار إلى الله وليس من الله؟ والفرق كبير بينهما. كل الناس في حالة فرار، أما السعداء منهم ففرارهم إلى الله عز وجل، إلى رحابه، إلى جنته. وأما الأشقياء ففرارهم منه لا إليه، ينشغلون عنه بملهيات كثيرة تبعدهم عن ربهم جل جلاله. هؤلاء السعداء يفرون صعوداً إلى السماء، وهؤلاء الأشقياء يفرون سفولاً إلى الأرض. الله جل جلاله يطالبنا أن نفر إليه لا منه، في قوله تعالى: ففروا إلى الله. الفرار إلى الله هو العمل بطاعته والبعد عن معصيته. الفرار إلى الله شوق إلى الجنة وطلب حثيث لها، وخوف من النار وفزع كبير منها. الفرار إلى الله فرار من الجهل إلى العلم، من الشرك إلى التوحيد. الفرار إلى الله فرار من الغفلة إلى اليقظة، من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. الفرار إلى الله فرار من الضيق إلى السعة، من الكدر إلى الصفاء. الفرار إلى الله فرار من الكسل إلى الجد، ومن التخليط إلى الإخلاص. الفرار إلى الله فرار من الخلق إلى الخالق، من الأرض إلى السماء. الفرار إلى الله فرار من ضيق الصدر وانقباضه إلى طمأنينة القلب وانشراحه، من القلق إلى قرة العين. هذا هو الفرار إلى الله. الفرار إلى الله من سجن الدنيا ونكدها إلى نعيم الجنة وعبقها. الفرار إلى الله فرار من ذل الشهوة ومرارتها إلى عز الطاعة وحلاوتها. الفرار إلى الله فرار من حور الطين إلى حور العين، من النساء الكاسيات العاريات اللواتي يتلاعب بهن الشيطان
إلى الحور العين اللواتي يباركهن الرحمن. الفرار إلى الله فرار من الشقاء إلى السعادة. أيها الإخوة، حينما لا نعلم نكون جهلاء، لكن عندما نعلم ثم لا نعمل يكون جهلنا مركباً. فرق كبير بين الجاهل الذي لا يعلم وبين الذي يعلم ولا يعمل، فهذا في جهالة جهلاء وضلالة عمياء. الجهل مصيبة، وعدم العمل بما نعلم كارثة. الجهل مصيبة، وعدم العمل بما نعلم كارثة. أيها الإخوة، من منا يحب أن يوصف بالجهل؟ طبعاً لا أحد، لكن الذي يعلم ولا يعمل هو أجهل الجهلاء. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعملون؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. الفرار إلى الله فرار من الجهل بكل أنواعه إلى العلم بكل آفاقه. أي علم هذا؟ العلم الذي يستنير به قلبك حتى يتوهج. دع عنك سوف، هلك المسوفون. دع عنك لعل، دع عنك ربما، دع عنك أخوات هذه الكلمات. اذبح عجل التسويف وطول الأمل بسيف العزم والتشمير والمبادرة، وارحل طلباً لما عند الله تعالى، فما عند الله خير وأبقى وأحلى وأرقى. اعلم أنك ابن يومك، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى لا جدوى من الحديث عنه، مضى ولن يعود. والمستقبل لا تملكه. من منا يملك أن يضمن بقاءه لساعة قادمة؟ ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أنت بين يوم مفقود هو الماضي، ويوم مشهود هو الحاضر، ويوم مورود هو الموت، ويوم موعود هو يوم القيامة، ويوم ممدود إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. أخطر هذه الأيام الخمسة اليوم المشهود، لك الساعة التي أنت فيها. لا تقل سوف أفعل هذا غداً، هلك المسوفون. الليل والنهار يعملان فيك. لو أن كل واحد منا نظر إلى صورة قبل 20 عاماً في فرق واضح جداً. هذا من فعل الليل والنهار، هذا أثر مضي الزمن، هذا أثر العمر. فالزمن هو البعد الرابع للأشياء، لكل شيء طول وعرض وارتفاع، وبعد رابع هو الزمن. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. قرر، اتخذ هذا القرار الخطير أن تفر إلى الله كما يطالبك الله بهذا القرار، ففروا إلى الله عاجلاً لا آجلاً، أمر صريح. فلماذا يراوغ الإنسان؟ اعرف الطريق وقد بانت لك آماده، وشمر للسير وقد لاحت لك معالمه.
وقرر السفر ما دامت أنفاسك تتردد في صدرك، فلعلك تجد نفسك غداً محمولاً على الأعناق لتوضع في حفرة ضيقة تنقلب على صاحبها إن كان غافلاً نيراناً محرقة. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لئلا يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا خيبة العمر الذي يقضيه الإنسان في جهل وحمق وتنعم وغفلة عن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، ما من موضوع فيما أرى أكثر اتصالاً بهذه السلسلة من الدروس سبل الوصول وعلامات القبول كهذا الموضوع، ففروا إلى الله. ففروا إلى الله، ينبغي أن تفر من جهة إلى جهة، من الجهل إلى العلم، من الشقاء إلى السعادة، من المعصية إلى الطاعة. لتكن هذه الآية شعارنا، ففروا إلى الله. دع هذه الآية، دعها تحتل أكبر مساحة من قلبك ومن عقلك، ثم انظر ماذا تصنع فيك ولك. الفرار إلى الله حقاً يقذفك مباشرة إلى السماء، لتحيا في جنات القرب الحافلة بكل بهجة ونعيم. وأنا في كل درس أدعو وأقول: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. يعني ينبغي أن نفر من الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. كلما صح لك هذا الفرار تذوقت ألواناً من أسرار العبادات، تجعل قلبك يهتز وروحك تنتشي وعقلك يهدأ وعينك تقر ونفسك تطمئن. والله الذي لا إله إلا هو في بقلب المؤمن من السعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، في بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. الإيمان مرتبة عالية جداً، مرتبة علمية، مرتبة أخلاقية، مرتبة جمالية. أنت حينما تفر إلى الله تجد نفسك في يسر وراحة وطمأنينة وسعادة وقرب وأمل وتفاؤل وإشراق تستعلي به على كل زخارف الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. تسمو فوق كل فخاخ الشيطان التي يحرص على أن يسوقها بين يديك وعلى عينيك ليفتنك بها. حقيقة الفرار إلى الله أن تشحن قلبك بالنور، أن يمتلئ القلب بالنور حتى يصبح كالكوكب الدري يوقد من شجرة مباركة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. قلب المؤمن الصادق مستنير، يرى الحق حقاً والباطل باطلاً.
يعني أن يمتلئ القلب نوراً من أنوار الوحي حتى يتوهج. أولياء أمتي إذا رؤوا من شدة تألقهم واتصالهم بالله، إذا رؤوا ذكر الله بهم. الفرار إلى الله فرار من حظوظ النفس الظاهرة والخفية التي تقطعك عن الله جل جلاله وتصرفك عن بابه، فرار من حظوظ النفس الظاهرة والخفية. الفرار إلى الله فرار من صحبة سوء تحول بينك وبين مولاك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن مع الصادقين، صاحبهم، اجلس معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. ابتعد عن أصحاب السوء، عن أهل الدنيا. يا عائشة، ليكفك من الدنيا كزاد الراكب، ولا تستخلقي ثوباً حتى ترقعيه، وإياك والدخول على الأغنياء. من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط. أغنياء أهل الدنيا لا أغنياء أهل الإيمان. والله الغني المؤمن تشتهي أن تكون غنياً مثله من تواضعه ومن سخائه. الفرار إلى الله فرار من حظ النفس والهوى إلى مراد الله ورضوانه، وتحصيل رضاء الله غاية المنى. إذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أيها الإخوة، ثمرات الفرار إلى الله كثيرة جدا، منها راحة القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. منها قرة العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. منها سكينة النفس. هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هي جنة معجلة في الدنيا، جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، ذاقوا طعمها في الدنيا. ماذا يفعل أعدائي بي؟ كما قال بعض العلماء: إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ الفرار إلى الله جنة معجلة، نعيم يتجدد رغم المشقات التي يعانيها المؤمن. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولكن الله عز وجل كثيراً ما يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن سوف يعلمون. هذا كله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يحكم غير شرع الله، ولا يعبد إلا الله. المشكلة أن معظم الناس يفرون من الله إلى الدنيا، من درس علم إلى مجلس غناء، من مجلس حق إلى مجلس غيبة. هل لنا رب سوى الله؟ هل رأينا نور الدنيا إلا بتقديره وكرمه؟ منحنا نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ففروا إلى الله، فروا من صوت الشيطان إلى صوت الرحمن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الإخوة، الفرار إلى الله يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند الحلال والحرام والاهتداء بتعاليم المصطفى المختار. لقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآن كخطوات عملية من الأمور التي تعين على الفرار إلى الله، من هذه الأمور أن تحب الله. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. محبة الله قارب النجاة من الفتن، عاصم المرء من الخطايا. حب الله ينجي المسلم من الغرق في بحر الدنيا، ينجي المسلم من اللهاف وراء متعها وشهواتها. فالذي تعلق قلبه بالله لا يطغى عليه حب آخر. والله تعالى يقول، وهذه الآية والله تقسم الظهر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله عز وجل يؤكد هذا الحب، حب المؤمن لله، والذين آمنوا أشد حباً لله. حب الله عز وجل والتعلق به يصنع المعجزات، إذ يهتدي المسلم بهدى الله ويسترشد بهدي رسول الله. من الوسائل المعينة على الفرار إلى الله أن تحب رسول الله. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. من وسائل الفرار إلى الله الورع. ورد: ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. المخلط الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالمسلم يتقرب إلى الله، ولا بد لهذا التقرب من الورع. يدقق في الحلال،
فيأتيه، يدقق في الحرام فيجتنبه. فقد كان الصحابة الكرام يتحرون في هذا الشأن. من وسائل الفرار إلى الله تجديد التوبة. المؤمن كثير التوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. من وسائل الفرار إلى الله الاستعداد للآخرة وتذكر الموت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من وسائل الفرار إلى الله التقرب إلى الله بالنوافل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. الآن دققوا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، رواه البخاري. ومن وسائل الفرار إلى الله الرفقة الصالحة. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، مرة ثالثة، ما من موضوع ألصق بهذه السلسلة من الدروس من هذا الموضوع الفرار إلى الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم.